بسم الله. المرة الماضية حكينا عن اليو دي بي وكيف نفتح يو دي بي، وشفنا مثال الايكو سيرفر حولناه ليو دي بي. طيب الان بدنا نشوف بعض النقاط الان كفانكشناليتي. جماعه كفانكشناليتي خلص موضوع اليو دي بي من حيث اني كيف افتح سوكت وودي مسج واقرا مسج واجيب مسج. اخذنا السند تو فانكشن والريسيف فروم فانكشن. الان بدنا نحكي عن بعض السيناريوز، خلينا نسميها. اول واحد منهم لو كان السيرفر نوت رانينج، شو بصير؟ بدنا نعمل كونكت مع اليو دي بي. حكيت عنها المره الماضيه وهسه نيجي نحكي عنها اوفيشالي، خلينا نسميها. ماشي، شو يعني ما فيش عندي فلو كنترول باليو دي بي؟ خلينا نشوف كيف يعني، وكيف احدد اذا بدي اطلع الباكيت على انترفيس معين. انا عندي اكثر من انترفيس. واخر شيء اللي هي السيلكت، كيف استخدم السيلكت مع تي سي بي يو دي بي سيرفر، واللي حيكون عليها الاساينمنت الجاي ان شاء الله. ماشي، يعني بعد ما تنتهي محاضره اليوم المفروض نقدر نحل الاساينمنت اللي ببالي. طيب الان شوفوا حمزه بدك تحكي. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك. انا هسه رجعت فتحت اللي انا بعثت لك اياه. يا حمزه خلصنا كامل. خلصنا على الامتحان، ودي لي ايميل حرفيا يعني. خلص تمام، ما ودي لي على الايميل، ودي لي. ان شاء الله ان شاء الله كلكم بدكم يعني ان شاء الله كلكم تاخذوا علامه كامله، يعني ما عنديش مشكله. ماشي، بس احنا لان فتحت باب النقاش نص ساعه للامتحان، ولما سالت انه خلصتوا خلينا نبلش بالمحاضره. طيب الان نشوف إذا متذكرين بالتي سي بي. طيب خليني أسأل شو بصير بالتي سي بي. أفتح أعذروني بس شوية، أفتح الفايل إكسل فايل بسجل عليه. في حد معك سؤال؟ طيب أحمد بهمام موجود؟ أحمد عبد الله الضامن موجود دكتور؟ عبد الله متذكر لما بحالة التي سي بي بحكي، لما يكون السيرفر نوت رانينج، ما في سيرفر وشغلنا الكلاينت، شو بصير؟ متذكر دكتور اذا بنشغل الكلاينت راح يبعث السن، بس راح ما راح تيجي اك. شو راح يجي يعني بمعنى اخر؟ هذا اللي كان اكزاكتلي يعني، شو راح يجي من الطرف الثاني؟ ودكتور مو نت رانينج، مش راح يجي بالزبط. شيء بالضبط لا راح يجي لا راح يجي إشي. الكيرنل تبع الطرف الثاني راح يودي له إشي، بس شو هو؟ جمانة ريست حيودي ريست. ماشي، حيودي ريست مسج. فلما يكون عنا تي سي بي وود والسيرفر نوت رانينج، حيودي لي الكيرنل تبع السيرفر يودي لي ريست. طيب الان في حاله اليو دي بي، انا عشان بسالكم عشان تصير مقارنه اسهل، ماشي، وشوف كيف يعني المفروض جزء ممكن الامتحان يعني يكون واضح السيناريوز هاي. الان احنا الفانكشن تبعنا سمبلي شو بيساوي؟ جيت بيقرا من الكيبورد بيودي سين 2، بيودي للسيرفر بعدين بيقرا من السيرفر. ففعليا هو لما ودى سين 2 وين عامل بلوكينج؟ هو عامل بلوكينج وين؟ بالريسيف فروم، بده يستقبل من السيرفر. طيب ما هو بالطرف الثاني ما فيش شيء شغال. طيب شو بصير اذا ما فيش شيء شغال؟ نو بروسيس رانينج ات ذا بورت نمبر على طرف السيرفر، حيودي لي اي سي ام بي ايرور اللي هو البورت ان ريتشبل. واضح؟ حيودي لي اي سي ام بي ايرور. انا قلت لكم لما عملت سين 2 وين معلق؟ بالريسيف فروم. المشكلة اللي بتصير انه اليو دي بي مش راح يشوف الايرور هذا، يعني حيظل معلق طول عمره.
دققوا معي شو بحكي. لو كان تي سي بي حكون انا معلق هون بريد. يا يعني لما يرجع لي ريسيت ذكرين شو بصير؟ شو بصير لما يرجع ريسيت هون؟ الكيرنل، الكيرنل اللي على الكلاينت حيودي يوصل ايرور للريد بحيث انها يصير انتربت في عندي، صح؟ لان هذا الحكي بصير ايش باليو دي بي. ليش هيك الديزاين تبع اليو دي بي؟ اذا ان اي سي ام بي ميرور مسج واز سنت بات نوت ديليفرد تو ذا كلاينت. ليش؟ هسه بحكي. اذا الكلاينت راح يضل معلق بالريسيف فروم. اذا لاحظوا، لاحظوا انه الريسيف فروم حكينا عنها المره الماضيه بتقدر ترجع زيرو عادي، مفيش مشكله، ماشي. وكمان شو مشكله ثانيه هسه قاعد نحكي عنها، انه سنت 2 لما كتبت رجعت لي اوكي سكسسفول هون بالكود، سنت 2 ما رجعت ليش ايرور. سنت 2 كتبت ورجعت لي اوكي انه انكتب. الان بدي اروح اقرا، بس في الواقع انا ما كنت ادري انه السيرفر بيشتغل، ايش رجع لي اي سي ام ايرور ما شفته، ماشي. اذا شو اللي صاير هسه قاعد؟ الايرور اللي صار باي سنت 2 بنسميه اسينكرونس ايرور. واضح المصطلح؟ اسمه اسينكرونس ايرور. شو يعني؟ هو ايرور ريبورتد سم تايم افتر ا باكيت از سنت، يعني حيصير يعني بالمستقبل خلينا نسميه. انا لما ارسلت ما كنت ادري. الرول تبعت اليو دي بي شو بتقول؟ The basic rule إنه asynchronous error is not returned for UDP socket unless the socket has been connected. واضح؟ إذن asynchronous error is not returned إلا إذا كانت السوكت connected. وهذا اللي بدنا نساويه، نعمله كونكت مع اليو دي بي. هذا اللي مشيت عليه، هذول اللي هي الملخص تبع اليو دي بي اكزامبل حكينا عنه المره الماضيه. ماشي، الملخص هذا شو بيقول؟ متذكرين لما حكينا انه مش شرط النادي بايند، مش شرط النادي بايند بالكلاينت. طب لعد منين الكلاينت بيجيب البورت نمبر؟ اول كول، اول كول لسن 2 الكيرنل بشوف انا سن 2 يعني بدي ارسل، بروح بشوف بالبروسيس تبعت الكلاينت هل في عندي بورت نمبر واي بي لوكالي الي. اذا لا بيعطيني اياهم. المره الجايه لما استدعي سن 2 برجع بشوف بلاقي انه في قيمه، خلاص بثبت عليها. نحكي عن البورت نمبر، ماشي. اذا الكلاينت عمل بايند فهو حدد البورت نمبر اللي بده يشتغل عليه وظل هيك. فمتى بيتحدد البورت نمبر في حاله اليو دي بي؟ في اول استدعاء لسند 2، ماشي. طيب يحيى القرآن موجود؟ يحيى القرآن، صبا الخطيب، خالد الرجال، ريان. أيوة دكتور. ريان، بحالة التي سي بي كيف بيتحدد البورت نمبر؟ ما عملتش بايند بالستركت دكتور. أنا ما عملتش بايند. البورت نمبر تبع السيرفر صحيح بتحدد بالستركت، بس أنا بنحكي عن الكلاينت يا جماعة. حتى هنا باليو دي بي أنا قاعد بحكي عن كلاينت، السيرفر نفس الطريقة. دكتور بالكونكت. لما أستدعي كونكت بالضبط. إذا لما أستدعي كونكت بشوف الكيرنل، إذا مليش بورت نمبر شو بيساوي؟ بيعطيني البورت نمبر اللي بحكي عنه والآي بي. تمام، أحسنت. طيب فهاي هي اللي كنت أحكي with a UDP socket، عفواً with a UDP socket the destination IP address can only be obtained by setting. هذا سألني عنها المرة الماضية I think محمود، إنه كيف أحصل الـ IP destination address. هذا الاوبشن راح نيجي لما ناخذ الشابتر تبع الادفانسد مسجز، ماشي. ادفانسد مسجز
إذا موضوع السيرفر is not running. الـ UDP بحكي السيرفر is not. شو خلاصته؟ خلاصته إنه السيرفر حيودي لي إيرور ICMP إيرور عادي. الآن اللاير تبعت الـ UDP إجتها بسج رايح إلى بورت وأنا هذا البورت مش شغال عندي، بحيودي لي ICMP إيرور بورت unreachable. مشكلة الإيرور هذا لما يرجع للكلاينت وبيصل على الـ IP لاير تبعت الكلاينت، هتعمل لها بروسيسنج الـ ICMP، لما يصل على الـ IP اللي تبعت الكلاينت بوقف هناك وخلص. طب كيف بدي خليه يصل للابليكيشن عشان الابليكيشن يرجع إيرور؟ لازم أعمل connect على UDP socket. Does that make sense؟ هسه هنشوف. الآن هذا التذكير شو بصير في حالة TCP connect، ماشي؟ في حالة TCP connect شو اللي بصير؟ وين أمجد؟ أمجد القهوجي، أمجد ريهام العمري. طيب خليني أشرح هاي، شو عندنا وقت بالسيشن، خليني أشرحها عشان بعدين برجع أكمل. الآن بحالة TCP الكونكت تعمل لي 3-way handshaking، ماشي؟ بحالة UDP يعني أنا بدي عم بفتح سوكت واستدعي الكونكت عليها، شو اللي بصير؟ Nothing. Please تذكروا Nothing will happen. No 3-way handshake. It is a UDP socket. طب لعد شو فائدة الكونكت؟ فائدة الكونكت على UDP زي ما حكيت قبل شوي، إذا بصير أي asynchronous error حأوصله للأبليكيشن على السوكت. واضح؟ واضح؟ مهم هذا الفرق. إذن شو بصير؟ الكيرنل just check for any immediate error. يعني أنا لما استدعي connect إذا في error برجع لي إياه، شو بعدين؟ record the IP address and port number of the peer. Return immediately. لا بيعمل three-way handshaking ولا أي شيء. رقم اثنين، هاي شو فايديتها؟ فايديتها إذا متذكرين كنا نقول إنه كل send to لازم أطلع معها على أي IP رايحة، صح؟ حكينا عنها المرة الماضية، محاضرة المرة الماضية، ارجعوا اسمعوها. كل send to بدك تحدد معها في باراميتر اللي هو الباراميتر الخامس I think بعد الفلاجز اللي هو الأدرس، لمين رايح الباكيت هاي؟ الآن إذا بعمل connect صارت الباراميتر هاي مثبتة جوا الكيرنل هو حيستدعيها، فما فيش داعي أعبيها بالسنتو، ماشي؟ خلص زي كأني ثبتت الـ UDP socket هاي تحكي مع سيرفر ثابت واحد ومعين. واضح؟ إذن الـ UDP socket ممكن تكون connected أو unconnected. الـ unconnected اللي هي الديفولت تبعتنا، unconnected وتودي، وممكن كل باكيت بدي أقولها وين رايحة، وممكن أنا نفس السوكت مرة أحكي مع جوجل، مرة أحكي مع فيسبوك، مرة ما أحكي مع إكس، مرة أحكي مع واي. لكن لو عملت لها connect مع مين مثلا؟ مع واي، هتظل طول عمرها مع واي. واضح؟ هتظل طول عمرها مع واي. إذن شو بصير لما أعمل connect؟ لما أعمل connect، خليني أنهي السيشن أحسن عشان أرجع أحكيهن يعني بشكل متواصل، بلاش ننقطع بلحظة، بتهش وقت بس بلاش ننقطع.